هو في الحقيقة السيد السراج انتظر هذه اللحظة، يعني مثل ما كانت تقول الأخت، منذ زمن. السيد السراج كان يتربص بالحوار الليبي، ويظن أنه الآن هي الفرصة المناسبة حتى يتدخل ويفرض نوعا من الحل البعيد تماما عن توافق الليبيين. حل سيكون حسب رأيه سيكون بين الطرفين الأقوى، الطرف الأول في بنغازي، والطرف الثاني الذي يمثله هو، خاصة بعد قرار ضم قوات يعني الردع. نعم أظن أنه السيد السراج مثله مثل حفتر، استغل فرصة تعطل الحوار، واستغل ليس فقط عدم تعطل الحوار وإنما عدم رضا الليبيين عن تفرد السيد ستيفن ويليامز بالقرار، وأراد أن يذهب مثل ما ذهب حفتر إلى التصعيد العسكري الذي انطلق بوتيرة متصاعدة منذ بداية الحوار اليوم. ذهب السيد السراج أيضا إلى رؤية أخرى أو طرح آخر، يريد أن يقطع به الحوار الليبي على يعني عثراته الكثيرة، على تفرد السيدة ويليامز بالقرار، على كل الهينات. لكن السراج يريد أن ينقلب على هذا الحوار، ويريد أن يوجه إرادة الليبيين إلى اتجاه آخر، اتجاه لن يكون إيجابيا. ولا أعرف بأي منطق يذهب السراج إلى حفتر ويعرض مثل هذه المبادرات، لأن الجميع يدرك أنه حفتر لن يقبل إلا بترشيح نفسه للمراكز السيادية، خاصة إذا كان ما يتعلق الأمر برئاسة الحكومة.